السلام عليكم. خبز صامولي غيمة قطنا يهبل، شوفوه من الداخل كيف تبارك الرحمن. تعالوا نسوي مع بعض. نحتاج 2.5 كوب دقيق منخول، 2 ملعقة صغار خميرة، 2 ملعقة كبار سكر، 2 ملعقة صغيرة ملح. نعجن بكوب حليب سايل دافئ، إذا اختفى الحليب نضيف بيضة و2 ملعقة كبار الزيت ونستمر بالعجن. إذا حسينا أن العجينة طرية بزيادة ممكن نحتاج إلى 0.25 كوب دقيق إضافي. نبدأ نعجن على سطح مرشوش بالدقيق إلى أن نحصل على عجينة ملسة بهذا الشكل. نغطي منشفة مبلولة لمدة 10 دقائق، بعد كذا نقسمه ل8 أقسام ونكورها بهذه الطريقة ونغطيها نفس الشيء لمدة تقريبا 10 دقائق. بعد كذا نأخذ كل كرة نبدأ نشكلها على شكل أسطوانة بهذا الشكل، بحيث أن نضغط بأطراف الأصابع ونحطها في الصينية، يطلع معنا 8 أسطوانات، ونغطيها بالمنشفة المبلولة لمدة تقريبا 1/2 ساعة لين تضاعف حجمها. ندهنه بالبيض ونخبزه في فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 190 من فوق وتحت لمدة 12 إلى 14 دقيقة. وهذا شكله تبارك الرحمن، واستمتعوا فيه وبصحة وهنا.